14/10/2011. بسم الله الرحمن الرحيم. 19/10/2011. حتى الشهداء وشاهدات الشهداء لم تسلم من بطش النظام. انظروا ماذا فعلوا بشاهدات الشهداء. تسعة عشر ألفين وإحداش. حمص مقبرة الشهداء في حي باب السباع. هذه هي شاهدات شهداء. دول عم يكسروا الشهادات لان خيفانين من الشهداء ما تطلع وتنادي حرية حرية. هذه احدى الطلقات وجدت في المقبرة. هذه اهداء للبوطي الحسون من حب نهديهم للسيد البوطي والسيد حسون.